اوكي ماكينة اي مارك اصغر طابعة في العالم، طباعة مناديل ريبونات صناديق الهدايا، طبعا طباعة في وقت محدد، مثلا عندك يوم تأسيس، يوم وطني، مناسبة معينة، بدون ما تاخذ طباعة بعدد كبير من اي مطبعة. بسيطة جدا استخدامها، تنقل الرسائل بالواي فاي عن طريق الجوال او التابلت. هذه استخدامها. عند في استكارات طباعة اذا عندك منتجات تبغى تغلفها او تصممها او شيء، ولا اكسسوارات كثير. اوكي في منها موديلين، موديل صغير وموديل كبير. الفرق بينهم تخزن رسائل، اربع رسائل مختلفة، وتقدر تقلب الرسائل عن طريق الضغط على الماكينة، تتقلب معاك الرسائل، تقدر توصلها بالكمبيوتر. هذا موديل كبير. فيها تاريخ تلقائي، ممكن يحسب لك التاريخ التلقائي. وطبعا البرنامج فرق كبير، فيه له تصاميم عديدة ممكن تستخدمها، وكتابة بالعربي.